دائما ما تكون المعالم التاريخية والأثرية موقعا مميزا لالتقاط الصور التذكارية أو لإجراء جلسات تصويرية احترافية. بالطبع لا توجد أماكن أكثر سحرا من الآثار المصرية القديمة كهرم زوسر المدرج في سقارة مثلا، لكن إحدى جلسات التصوير أثارت ضجة واسعة في مصر خلال اليومين الماضيين. الجلسة صورت في منطقة سقارة جنوبية القاهرة، تظهر فيها فتاة تسير وسط الآثار القديمة مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني. الفتاة التي ظهرت في المقطع القصير هي هذه الفتاة سلمى الشيمي، موديل إعلانات وعارضة أزياء مصرية. على الأرجح لم تدرك سلمى أن هذه الصور ستتسبب في جدل، فبعد نشرها على صفحاتها على مواقع التواصل تم تداولها بشكل واسع، واعتبرها البعض جريئة واعتبرها آخرون مسيئة للحضارة المصرية. طبعا ردود الفعل كانت كثيرة على المنصات، هذه عينة منها. مثلا هنا أسماء تقول: ده حقيقي تلوث لتاريخ أجدادنا، كانوا راقين للأسف، السشل لا يمت لهم بأي صلة، ليس كل عري وعليه حلي يبقى ينتمي للمصريين القدماء. ماذا تقول ريهام القاضي في تغريدتها؟ ريهام تكتب: الناس بتشير صور السيشن ده وقاعدين يهزروا ويعملوا في كوميكس عليها، انتم ازاي متقبلين السيشن زي ده ودي لبسه لبس فرعوني بالمنظر ده لناس عملوا اكبر واعظم حضاره في التاريخ؟ بالفعل بعد الجدل الذي حدث فتح سلطات الاثار تحقيقا، وقال محمد يوسف من مدير منطقه سقاره الاثريه هذا ما قاله: ليست لدينا تعليمات كما يقول محمد يوسف باستيقاف الفتيات التي يرتدين ملابس متحررة إلا إذا كانت تخدش الحياة بشكل واضح. الواقعة ملتبسة لأنها تمت في مكان مفتوح وليس في مقبرة أثرية، الصور عادية لكن الفتاة دخلت خلسة وقامت بالتصوير. في لقاء مع جريدة اليوم السابع قال مصور الجلسة وهو حسام محمد أنه لم يتوقع أن تحدث كل هذه البلبلة بسبب تلك الصور. قلنا الراجل هنصور سيشن وكده، قال لي ايه اللي يعني هتصوره ايه، قلنا له حضرتك احنا هنصور سيشن عادي شخصي، قال لي لا يا فندم ده كده اعلان ومش عارف ايه، قلت له لا يا فندم والله ده سيشن شخصي مش اعلان، فقال لي طب وريني اللبس، دخلت هي غيرت اللبس بتاعها وطلعت بلبس الفراعنه، قال لها بس البسي عبايه سوداء ثاني تمام على اللبس ويبقى معايا فوق، قال لي هنراضي الناس كل واحد فيه هتدي للناس فلوس وبتاع وهنراضيهم يعني والدنيا هتنزل، كمصور بشايف عادي يعني ده سكن عادي ليه علاقه بالفراعنه. حتى انا رجعت لما لقيت الضجه دي رجعت اجيب صور للفراعنه زمان لقيتهم بيلبسوا حاجه قريبه من كده. اذا حسام تحدث عما كان يرتديه المصريون القدماء، دعونا نشاهد احدى الصور للتاريخ المصري القديم. مثلا هذه الصورة من مقبرة نب آمون في الأقصر وتظهر فيها راقصات وعازفات الموسيقى هناك. نترك لكم الحكم إذا كانت الملابس متقاربة أم لا. لكن الأمر لم يهدأ، فقد قامت وزارة السياحة والآثار المصرية بتحويل الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق. وقال عن ذلك مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، يقول: نحرص دائما على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية ستتم معاقبته. لكن لم يتفق الجميع مع الجدل الدائر. مثلا هنا حازم شريف يكتب في هذه التغريدة: هل يختلف فعلها عن عارضات الأزياء الأجانب؟ القانون ليس فيه ما يجرم سلوكها، لكن أهل الوصاية على الناس بأي حجة للتكدير على الناس ونشر النكد هم الغضبانين أو هم الغاضبون. وهنا يكتب عز العرب، أحمد عز العرب على ما يبدو: هل يختلف فعلها؟ لا، هذه قرأناها تغريدة، ولكن هذه التغريدة التي نريد أن نقرأها على ما يبدو. هو لما وكالات الأنباء، حازم شريف يقول، العالمية تنقل خبر إحالة الموديل دي ومصور اللي التقط الصور للنيابة مع ذكر الأسباب المعلنة لهذا التحويل، ده ممكن يكون تأثيره إيه على
السياحة، أما البعض فذهب إلى أبعد من ذلك، مثلا تداول صور فنانات مصريات سابقات تصورنا عند مناطق أثرية. مثلا كريم عثمان كتب ساخرا: نجوى فؤاد أيام الجاهلية، ويرفق صورة للراقصة المصرية الشهيرة وهي فيما يبدو كانت عند إهرامات الجيزة. بالفعل قامت النيابة العامة باستدعاء سلمى الشيمي والمصور وستة عاملين في الآثار التحقيق معهم فيما حدث، خاصة حول ما إذا تم التصوير بدون تصريح، وهل هناك تقصير من قبل العاملين في الموقع أم لا؟ شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.